لازم الجميل رمضان مبارك على مصر كلها يا رب الاسلاميه كلها يا رب يا حاج علاء. متشكرين قوي ويا باسم باذن الله ربنا يوفقك ما شاء الله عليك. ربنا يخليك يا رب يا باسم وبالهنا والشفاء للملوك العربيه. وعايزك بقى تديهم يعني تحط شنطه اما تقول يا باسم عشان هما بيتكلموا بثقه.